وقبل ما نخش في تفاصيل كتيره، وطبعا هنتكلم عن الاهلي اهم أكيد. حاجه، بس عايزين نعرف الناس برضو مين ماري وبدايتك لما فكرتي ان انت تقدمي في ملكه الجمال وهكذا. اوكي، انا في الاول اسمي ماري منصور، بنوته مصريه ارمنيه من اصول يونانيه كمان. نشات في اسكندريه، كنت بدرس في المدرسه الارمينيان وبوغوسيان، اسمها بوغوسيان، وكبرنا في مصر عادي من صغرنا، ومامتي برضو ارمنيه يونانيه، والدي مصري بيور وبس، وموجوده معاكم وبتشرف ان انا النهارده في قناه النادي الاهلي. انت منورانا، وخلينا نكمل. طيب ده الاصل، بعد كده ايه اللي خلاكي تفكري انك تقدمي في اصلا كومبيتيشن او مسابقه ملكات الجمال؟ اوكي، هو انا ما فكرتش انا شخصيا، تو بي اونست، هو خالي الله يرحمه هو اللي كان مقدم لي فيها قبل ما يتوفى فتره قليله جدا، وبعد ما توفى كنت حابه اعملها از تشالنج، او يعني اهديها لروحه، عشان كده يعني دخلت المسابقه وكملت فيها والحمد لله. حلو جدا.